أيوة، اجري يا بطل الجميل. المرة دي واثقة إني هسبق الكل وأفوز بالمركز الأول. قربت على آخر تحدي في اللعبة، وفاضل البحيرة وعديناها، والمركز الأول ببراعة. اللعبة دي تاني؟ أيوة، وأختك العبقرية فازت على أصدقائها من كل جنسيات العالم. زهرة، أنتي اتأكدتي إن اللعبة مصدرها موثوق فيه وبتراعي احتياطات الأمان؟ أيوة، اللعبة كل أصحابي بيلعبوها وأكيد ما فيهاش حاجة. يعني طالما بتلعبيها كتير هبقى أعمل بحث عنها. النهاردة كان يوم جميل، ومبسوطة لأني زرت دار المسنين وقدمت هدايا كتير لكل الناس. حاسة إن الطاقة خلصت مني. مالك يا فرحة؟ في طاقة سلبية كتير في اللعبة دي. طب سيبي الآيباد يا زهرة لحد ما نشوف حكاية اللعبة دي إيه. يا جماعة ما تخافوش، دي حتى صاحبتي يارا هي اللي عرفتني عليها. ويارا لسه بتلعبها؟ مش عارفة، بقالها أسبوع ما بتردش على الموبايل ولا بتكتب أي حاجة على السوشيال ميديا. عايزين نعرف يارا جابت اللعبة دي منين. طاقة سلبية كتير، وفي استغلال وكذب وأطفال حزينة. طب يا زهرة ابعتي رسالة ليارا وقولي لها إنك عايزة تشوفيها ضروري. حاضر. عرفت من مامتك إنك ما خرجتيش من بيتكم من زمان. آه، من يوم عيد ميلاد ملك. أنت خايفة ومحبطة ومصدومة؟ يارا ما تخافيش، ما فيش سبب في الدنيا خليكي تخافي. واو، أنت أحسن. أيوة يارا، هو سبب زعلك له علاقة باللعبة اللي كنتي بتلعبيها مع زهرة؟ لازم أحكي لكم من الأول. واحدة صاحبتي عرفتني على لعبة عالم المطاط. لعبت مرة واتنين وتلاتة، ومستوايا كان بيتحسن بسرعة لدرجة اني كنت بغلب ناس كبار من جنسيات تانية. ومرة ظهرت لي رسالة غريبة جدا، وشفت صورتي في مكان مخيف جدا، وظهرت لي رسالة صوتية بتقول: يارا انتي بقيتي صديقتنا، احنا دخلنا عندك وأخذنا كل صورك وعرفنا معلومات كتير عنك. وإيه المطلوب؟ مطلوب إنك ما تلعبيش أي لعبة تانية، وطول اليوم تفضلي فاتحة لعبتنا وبس، لأننا اللعبة الأفضل. الكلام ده مفهوم؟ خفت قوي ورميت الآيباد من إيدي، وبقيت خايفة أرد على الموبايل أو أنزل الشارع، لحد ما كلمتوني وطلبت نتقابل. اللعبة دي مين اللي قالك عليها؟ أنا بحثت عنها وما لقيتهاش على متاجر التحميل المعروفة. لينك بنبعته لبعض، والستور اسمه على نفس اسم اللعبة، عالم المطاط. خايفة يكون في أطفال تانيين اتخذ صورهم وتعرضوا لنفس المشكلة دي. هنلاقي حل في أسرع وقت. وانت يا يارا حاولي تعملي سكان للآيباد ولكل أجهزتك عشان تتخلصي من الفيروسات اللي سرقت الداتا بتاعتك. هعمل كده طبعا اول لما ارجع البيت. ونوعدك هنلاقي الشرير اللي ورا اللي بيحصل ده في اسرع وقت. واضح ان احنا بنواجه عدو ذكي جدا. لسه ما وصلتش لحاجه. لعبه عالم المطاط زي اي لعبه بتمتلكها شركه بيديرها مجلس اداره، ونقدر نتتبع ده كله لحد ما نوصل للجاني اللي بيسرق معلومات عن الاطفال وبيخوفهم. يعني الموضوع سهل؟ للاسف لا، انا استخدمت التكنولوجيا المتطوره اللي عندي علشان اخترق دفعاتهم واوصل للسيرفرات اللي عليها المعلومات المسروقه. كل ما اوصل لسيرفر ألاقيه مجرد واجهة أو كوبري لسيرفر تاني في دولة تانية. يعني صعب نوصل للسورس. حتى لو حاولت أقطع تدفق البيانات بين سيرفر والتاني، في ثواني كانوا بيعالجوا المشكلة ويظهر كوبري جديد ينقلوا بيه بياناتهم من خلاله لمكان تاني في دولة تانية. ملهمش أي نشاط على الإنترنت أو أي حاجة توصلنا ليهم؟ أكيد في طريقة نقدر نوصل لأصحاب الشركة. في دول تقدر تأسس فيها شركات من غير ما تظهر بشخصيتك الحقيقية، واضح إنهم استخدموا الطريقة دي. كمان لما حاولت أتتبع مكاسبهم من خلال مبيعات اللعبة، لقيت المكاسب بتتحول في حسابات بنكية متشعبة جدا مستحيل الوصول لأصحابها، وكانت بتظهر لي دايما العلامة التجارية أسكيو، والتحويلات البنكية أول ما بتوصل حساباتها بتتنقل لحسابات بنكية متشعبة مرة تانية ومستحيل الوصول لأصحابها. أسكيو؟ طب الشركة دي مفيش أي معلومات عنها؟ للأسف لا،
كيان هلامي برضو، كل اللي لقيته بس مجرد قضية مرفوعة ضدهم من منظمة حقوق إنسان بتتهمهم بانتهاك معايير أخلاقية في ألعابهم. القضية دي بتناقشها محاكم أنهي دولة؟ بتسأل ليه؟ لو مفيش طريقة نوصل للجاني عندنا حل غريب شوية، وهو إننا نسأل المحامي اللي بيدافع عنهم في القضية اللي انت اتكلمت عنها. هو ده، والمحامي يقدر يوصلنا للناس اللي كلفوه بمهمة الدفاع عنهم. جلسة المحكمة امتى؟ بعد ساعتين. بينا على هناك. جماعة، المحامي خرج من المحكمة وانا قفلت الشارع. عربية المحامي دخلت في شارع جانبي زي ما خطط. المحامي لما لقى الشارع مقفول نزل من عربيته وبيقرب مني. هنكون عندك في خلال 10 ثواني. هو الشارع ده مقفول؟ ايوه قفلناه عشان نسألك كام سؤال. تسألوني؟ انت ومين؟ ومين اداكم الحق تسألوني؟ كده هيتكلم بهدوء ومش هيقدر يكذب. عاوز تسأل عن ايه؟ شركة اسكيو بتتعامل مع مين فيها؟ ولا حد. متأكدة يا فرحة انه بيقول الحقيقة؟ ايوه. يعني بيكلفوك بالقضايا ازاي وبتستلم اتعابك باي طريقة؟ بيجيلي ظرف على مكتبي من مجهولي، الظرف بيكون فيه ورق القضية ونص الاتعاب، وطبعا الفلوس بتاخدها كاش. ايوه، وبعد ما خلص القضية باقي الفلوس بتوصلني بنفس الطريقة. قفل التاني؟ لا لسه، الظرف وورق القضية طبعا محتفظ بيه. طبعا عندي في شنطتي. هيفيدونا في ايه؟ ما القضية معروفة. اكيد هيفيدونا، اديني الورق. مفيش مشكلة، القضية خلصت اصلا. جاهزين للخطوة الجاية؟ يا ترى نور واصدقائه هيتصرفوا ازاي؟ تقريبا وصلنا النتيجة، ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.